يقول السائل: هل الاحتفال بعيد الميلاد وعيد الأم وما يسمى بالأعياد الوطنية من البدع؟ نقول كل شيء يعرض أو يحدث نعرضه على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعيد الأعياد، أعياد الموالد، هل جاء في الإسلام في كتاب الله أو في سنة رسوله أو في سنة الخلفاء الراشدين أو في عمل القرون المفضلة، هل جاء ذكر للموالد؟ ما جاء، وإنما حدث بعد القرون المفضلة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم.